السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو رياضتك المفضلة؟ أنا أفضل رياضة الشطرنج. مع من تلعب الشطرنج؟ أنا ألعب مع صديقتي وأسرتي. لماذا تحب هذه الرياضة؟ لأنها ممتعة للغاية وهي رياضة دماغية. لطيف. أين تلعب الشطرنج؟ أنا ألعب في البيت. في أي وقت أمارسها الشطرنج؟ أنا أمارسها في عندما أشعر بالملل. اختيار جيد. أنا أحب الشطرنج كثيراً.